اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين. الاسم محمد الشيخ راهي العظيمي من مدينة قلعة السكر الناصرية، وغير متزوج ومقيم في دولة الكويت. بدأت بارتقاء المنبر عام 1993-94. أول قصيدة قرأتها يا حسين بضمائرنا، أقرب قصيدة إلى قلبي فاطمة ليرضى رضاها للشاعر السيد سعيد الصافي. اي ثابت ولائي وهذا ندائي، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة. أكثر شاعر قرأت له يعني الشيخ وسام الشويلي والسيد سعيد الصافي. كل القصائد التي تنجح وأشوف بها إحساس صحيح والرادود موصل إحساسها أتمنى أن أقرأها. طبعا الشعراء سيد سعيد الصافي وكاظم منظور الكربلائي. الحمد لله. شفت فتشي ما أتخيله، وكأنه أنا قارب أكبر حسينية بالعالم. مثلي الأعلى يعني كل الرواديد يطمحون أن يحققون محق حمزة. اثنينهم اللي فيهم إحساس صادق، أشوف صدق يعني انسجام، إن كان فصيح وإن كان شعبي ما يفرق. الشعير السماء تعني لي إن محمد ماشي صح، بداية جدا رائعة وجميلة، نفس حسيني خالص. صديقي الذي هجرته، المنبر هو العين التي ترعاني، الصديق الذي هو هدية السماء، الصديق الذي برؤيته تزول همومي، المستهل مالتها حداثة عالية جدا. اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين.